دي وجهات نظر الحقيقه الشباب، ويعني وكلهم ونسبه كبيره جدا منهم الحقيقه بيتكلموا في الكوره بشكل جيد جدا. ليه الزمالك سيء؟ الزمالك سيء لان نص الملعب كان وحش قوي، يعني نص الملعب كنا سايبين الاستحواذ للفريق الاخر، وده طبيعي ومنطقي ان انت بتلعب في الترجي وسط جماهيرهم، ان انت بتسيب لهم الاستحواذ وبتلعب على الهجمه المرتده. درجه سيء ما ظلمتش اللعيبه ولا ده؟ لا يا كابتن سيف، اصل ده الزمالك يا كابتن سيف. يعني انت لما تيجي تتغلب 2-0 وقبليها اتعادل مع المريخ واتغلبت على ارضك، ما هو انت في النهايه اللعيبه مش قادره ترجع. خالد ليه كل المباريات دي بنفس لان السكواد والتركيبه مع بعض مش ماشيه. كابتن سيف كانت ميزه الزمالك السنه اللي فاتت مع مستر فيريرا ان هو كان فرقه جماعيه. الزمالك كمان فقد مجموعه من اللعيبه المميزه جدا، ما قدرش يجيب البديل اللي في نفس المستوى او اقل سن حتى او افضل. يعني انت سبت على مدار 3 سنين اللي فاتوا سبت مصطفى محمد، سبت اشرف بن شرقي، سبت فرجاني ساسي، سبت امام عاشور. البدائل مش على نفس حتى اللعيبه اللي مشيت. بص يا كابتن، مثلا انت النهارده انت مشيت عمر السعيد مثلا، مشيت اسلام جابر، مشيت رزاق سيسيه، مشيت يعني اللعيبه اللي هي افضل من اللي موجود. يعني مثلا لو انا بقارن مثلا رزاق بسامسون اكيونولا من وجهه نظري، يعني رزاق احسن، مع ان رزاق مش 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 جامد، يعني ما كانش جامد مع الزمالك. فانا قصدي ايه، طارق حامد، ابو جبل، يعني قصدي ايه، اللعيبه دي لعيبه تقيله. يعني انت متخيل انت ما يكون معاك في الملعب مصطفى محمد وفرجاني ساسي وطارق حامد في نص الملعب وامام عاشور ويعني بس من غير كل دول الزمالك كسب الدوري. انا بقول لك اللعيبه لعبت بطريقه جماعيه وتحت والمهاره الفرديه تحت بوتقة الجماعية، اللعب الجماعي. لكن دلوقتي تحس ان الزمالك اما بيستحوذ على الكورة بيفقدها بكل سهولة، والزمالك اما بيفقد الكورة بيلاقي صعوبة في انه يقطعها. يعني انت خامة اللعيبة المشكلة، الزمالك في احتياج للعيبة كواليتي مختلف؟ طبعا الزمالك محتاج لعيبة كواليتي مختلف، ومحتاج اجانب. يعني شوف رغم كل الكلام ده انا شايف ان حمزة المسلوسي هو افضل اجنبي موجود في الزمالك لغاية دلوقتي.